وسريعا كده عبد الله، يعني رسالة توجهها للشريف إكرامي، رسالة توجهها لرمضان صبحي، رسالة توجهها للعيبة الجديدة اللي جاية النادي الأهلي تقول ما فيش والله. شريف إكرامي طبعا هو جون كبير، و يعني مش محتاج ان انا يعني اوجه له اي حاجه، غير ان هو طبعا اي لعيب مننا طبعا بيجي له اي يعني فتره من دي، والناس الناس لما بتهاجمك تبقى عارفه طبعا ان انت عندك امكانيات وان انت تقدر تساعد الفرقه، فعشان كده بتهاجمك يعني، بس ف يعني بتبقى عايزك تبقى احسن يعني او كده. فهو شيف اكيد مستوعب كل الكلام ده، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن بالنسبه له. رمضان طبعا بتمنى له التوفيق في الخطوه اللي هو فيها دي، وان شاء الله حاجه كويسه. الدوري الانجليزي دي يعني طلع من البدايه طلع كويسه، اتمنى ان شاء الله انه يبقى مركز ويبقى ده. رمضان طبعا لعيب كويس، وطبعا من اللعيبه المؤثره في الفريق، ويعني كنت طبعا يعني بلعب جنب رمضان مستريح له طبعا، بس هي دي الكوره طبعا، حال الكوره تعودنا على كده. والنهارده اللعيبه لعيب موجود لعيبه مش موجوده، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله، وربنا يكرمه في الاحتراف. واللعيبه طبعا اي لعيب جديد جاي طبعا بنرحب بيه، اتمنى ان شاء الله ان هو يبقى جاي ومستوعب يعني اللعب في النادي الاهلي، وان ان احنا الناس مستنية كتير الفترة الجاية دي، بالذات ان الجيل اتغير. فالجيل اللي موجود دلوقتي اغلبه لسه ما عندوش رصيد عند الناس، فالناس مستنية منه، فلازم كل واحد طبعا يبقى عنده اصرار وجاي هنا عايز يعمل حاجة، عايز يعمل حاجة كويسة مع بعض كلنا طبعا كمجموعة. فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبة اي لعيب جاي جديد هيساعدنا ونساعده ونساعد بعض ان احنا نعمل حاجة كويسة للنادي ان شاء الله.